المباراة هذه تاع القبة نعرفوا بلي انا مباراة صعبة كيما المباراة اللي السابقين، ولكن بتضافر الجهود تاع اللاعبين المجهودات تاعهم والإدارة وعلى رأسهم سي قاسم والإخوان الجدي والأعضاء راهم واقفين مع الفريق بإذن الله، والأنصار تاعنا بإذن الله نكونوا في اليوم في الموعد إن شاء الله يوم مباراة يوم السبت مع رائد القبة كونفيرميو مع القبة إن شاء الله. إن شاء الله نديروا بون ماتش ورانا نحضروا كيما راك تشوف لهنا في أجواء عائلية كاع خوت هنايا، ونشكروا كاع الانصار اللي جاوا الماتش تاع سكاف. ما يخفاش عليك باللي البارتي اللي فاتت زعما ملي ربحنا كانت المعنويه تاعنا مرتفعه، زاد دخلنا هاد لونترينمون تاعنا دخلنا زعما اللعابه ثاني كانوا راهم كانوا واعين. هذه المباراه جبنا الخميس مليانة عندنا وخلينا 3 بوان هنا في سعيده ان شاء الله، رانا نديروا اللي علينا ان شاء الله ورانا نخدموا اجواء راهي رائعه.